بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تاني حلقة في متابعة الكتاكيت البيضة. عارفين ان انا جبت دورة جديدة، اللي هي الدورة يعني انا جبت 10 كتاكيت بس، علشان يعني اكل البيت، مش مشروع ولا حاجة. المرة اللي فاتت انا قلت استقبلتهم على المحلول اول لما نزلوا، بعد 3 ايام حطت لهم اللي هو المضاد الحيوي والمناعة واللي هو رفع المناعة وكده. النهاردة يعتبر خامس يوم. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله ما شاء الله، حلوين جدا ما شاء الله. انا بدأت اديلهم الفيتامينات. الفيتامينات انا بحط لهم يعني حوالي، علشان المسقة صغيرة وهم 10، بس المسقة صغيرة جدا، ازاي اصغر مسقة خالص، لانهم هم 10 مش كتير. فعملت لهم المسقة الصغيرة دي عليها حوالي 0.5 سنتي او 3/4 سنتي فيتامينات. اهم حاجة الفيتامينات. انا اديت لهم اللي هو رفع المناعة الاولاني خالص، اللي هو بتاع المضاد الحيوي ورافع مناعة ويعني بعد كيس المحلول بتاع الاستقبال. الفيتامينات دي اهم حاجة. انا بديها لهم لمدة 3 ايام، بعد ال3 ايام برفعها عنهم. وبفضي مثلا يوم بحاله، بدلهم مية بيضة، مية نظيفة من الحنفية، تمام. بعد المية البيضة من الحنفية ببتدي اديلهم اللي هو اللي هيكملوا اسبوع، 8 ايام، 10 ايام. بعد 10 ايام او اسبوع او حسب حالتهم، يعني اشوف حالتهم كويسة، ابتدي اديلهم الاملاح. بدي الاملاح. الاملاح بتعمل عندهم بقى ايه؟ بتقوي عظمهم، بتبقى كويسة يعني، وبتكون اي حاجة اي زي المضاد الحيوي بالظبط، واحسن من المضاد الحيوي. المضاد الحيوي ده بنديهولهم في الاول بس علشان ما يجيلهمش امراض، ما يعني كده، وبيبقى فيه رفع مناعة وخلاص. انا ما بديش ادوية خالص 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 الا في الاول خالص، اللي هو كيس الاستقبال. وبعد 3 4 ايام، انا اديته بعد 3 ايام، حطيت لهم اللي هو رفع المناعة، والنهاردة بحط لهم الفيتامينات. الفيتامينات هتقويهم. بصوا هم حتى لما شربوا من الفيتامينات حلوين، بسم الله ما شاء الله، عاجبني جدا. دون على فكرة اكل وشرب ومبسوط ونايم، يعني هو انا حتى لما بقيم هو عاوز ينام، مش وحش ولا حاجة ولا تعبان ولا حاجة، الحمد لله. هو اخواته بياكلهم، هو اكل واتبسط ونام، مش عاوز ياكل. لكن هي بسم الله ما شاء الله الدورة كويسة، مع ان انا كنت قلت ان انا مش هربي في الحر والجو لسه حر، هو ان احنا في دخول الفصل الجديد وساعة تحويل الدخول ده، وانا بخاف منهم. بحب اربي في الشتاء بصراحة، تربية الشتاء بتبقى حلوة، بيبقى ديتهم دفى. اهم حاجة النظافة، النظافة يعني. انا التبن ده على فكرة انا ما غيرتوش خالص، اول لما جبتهم حطيتهم في الكرتونة يوم يومين، هما يومين بالظبط، يوم اول يوم وتاني يوم رحت منزلاهم في المكان ده، حطيت لهم تبن كتير، هم 10 فما ما لحقوش يبهدلوا الدنيا يعني، اهم ما الدنيا ما اتبهدلتش. الحيطه دي اصلا متنظفه، بس هي يعني ايه، هي اللي بقى لونها كده يعني، لان بيتربى فيها كتير. طبعا انا لما جيت احطهم هنا هون، حطيت على الارض، نظفت الارض جامد بالكلور الصابون السايل، وسبتها تنشف جامد جامد جامد، تتحمص يعني. هو في عندي شمس اهون، لو اخدين بالكم من الشمس داخله عندي اهي،
يعني الشمس داخلة، يعني الشمس داخلة ما شاء الله، يعني الجو شمس وهواء انا حاطاه في اوضه، مش حاطاه في بلكونه ولا سطح ولا كده، فهي الشمس ده داخله ومهويه، وبتحكم في التهويه، بتحكم في كل حاجه الحمد لله، وربنا يراضيني فيهم. حطيت على الارض شويه جير مطفي، بعد كده فرشت كيس اللي هو المشمع، وبعد المشمع فرشت كرتون، وبرده بين كل طبقه وطبقه برش شويه جير مطفي، ورشيت برضو فوق الكرتون شويه جير مطفي، وفوق فوق الجير حطيت التبن ده، حطيت التبنه برضو، ما كترتش التبن ليه حتى تلاحظوا الكرتونه باينه، اولا لان هو الكتاكيت قليله مش كتير، تاني حاجه ان احنا في البرد مش محتاجين ان هم يتدفوا جامد في لمبه، هي انا بعدها بعيد خالص يعني مسافه كبيره بينهم، وساعات بطفيها لما يبقى جو دلوقتي الوقت انا هطفيها علشان يهدوا شويه، ما بسيبهاش 24 ساعة علشان الجو لسه ما بردش، الجو لسه حر. بنور لهم لمبة السقف بس علشان ينور لهم يعرفوا ياكلهم بس، لكن طالما ان هما متدفيين ومبسوطين والارض عندهم، يعني انا جايبة الخشبة دي علشان وانا واقفة ممكن اهشهم ان كان اللي ما بياكلش ياكل. بصوا يعني بصوا التبن نضيف، شايفين التبن نضيف اهو، ما هوش وحش اهو، يعني ايه انا ممكن يعني ايه لو بكره ولا حاجه اكنسه واغيره. وحتى وانا بكنسه على فكره في حاجه مهمه جدا، وانا بكنس التبن ده، تعالوا كلهم انتوا مشيتوا ليه؟ وانا بكنس التبن بزيحه بشويش خالص، لان ممكن الهبو اللي يطلع منه ممكن يكون فيه اللي هو الهبو ده يطلع في صدرهم يعمل لهم تنفسي ولا حاجه، ممكن يكون فيه مطرح اللي هو الحمام اللي هم بيعملوه كده، ممكن يكون في ريحه ولا حاجه يقوم يدخل في صدرهم، فانا لما بحاول الم الكرتون بشويش خالص 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 بجيبهم على جنب خالص، وبسحب الحاجه دي كلها، وانا بفرش برضو بفرش بشويش عشان ما يجيش في صدرهم هب، يبقى انا كده هو حافظت عليهم من تنفسي علشان ما صدرهم ما يتعبش. النهارده انا بقول يا رب الدوره دي تنجح، علشان اول مره اصور معاكم دوره كتاكيت، وباذن الله كده برضو انا قلت ان انا مش هصور يومي، علشان هم بسم الله ما شاء الله كبرهم عن الثلاث ايام اهو. انا خلاص كده يعني ايه، انا اديت الفيتامين، هفضل مثلا ايه يومين ثلاثه ادي فيتامينات، وبعد الفيتامينات ان شاء الله هدي املاح برضو ايه بعديه على طول، يعني اخلص الفيتامينات هدي املاح واسيبهم بقى مع ربنا، اكل وشرب بس، ميه من الحنفيه بس، مش هدي اي حاجه، اي مضادات، اي حاجه، مش هدي الا اذا ظهر لا قدر الله، لا قدر الله بعد الشر، يعني لو ظهر اسهال ولا كلام من ده يعني هيبقى في تدخل يعني، لكن الحمد لله هم الحمام بتاعهم كويس وهم شغالين حلو بالمضاد الحيوي والرفع المناعه والفيتامينات، جميل قوي 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 كده الحمد لله. انا ما بديش اي حاجه غير كده، وباذن الله مش هدي الا الاملاح علشان تقوي عظمهم وتقويهم كده ويبقوا مقويين، على بال لما الدوره ان شاء الله بتاعتهم تنتهي وتنتهي على خير، وباذن الله نصورهم واحنا ايه يعني بننظفهم كمان. والحمد لله رب العالمين على ان هم ماشيين معايا كويس، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويكون في حاجه افادتكم للي عايز يبتدي دوره، ونكمل ان شاء الله الدوره بتاعتنا على خير. وشكرا ليكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا ليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.